أهلا بكم. كشف النائب فرات التميمي عن تفاصيل بشأن ملف فساد كبير تورط فيه أكثر من 40 صاحب معمل للطابوق في محافظة ديالى. وقال التميمي أن لديه معلومات موثقة عن ملف فساد تورط فيه أكثر من 40 صاحب معمل للطابوق في أطراف قضاء بلد روز، مبين أن أصحاب معامل الطابوق باعوا حصصهم من مادة النفط الأسود المدعومة من وزارة النفط بالتواطؤ مع اللجان التفتيشية، رغم أن معاملهم متوقفة عن العمل منذ سنوات. تجدر الإشارة إلى أن عمليات بيع النفط مدعومة قد تزايدت في الفترة الأخيرة بعد توقف معامل الطابوق، فيما اعتمد أصحاب المعامل على بيع النفط المدعم بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين. قال مجلس محافظة ديالى إن أكثر من 300 مشروع خدمي توقف بسبب نقص التمويل، وتفاقمت في بعقوبة مركز محافظة ديالى أزمتا مياه الشرب والتلوث البيئي جراء انتشار مساحات المياه الآسنة التي تسببت بإصابة السكان بأمراض جلدية خطيرة بحسب شهادات محلية. ويقر مجلس ديالى بتوقف أكثر من 300 مشروع خدمي بذريعة نقص التمويل، فيما يؤكد مواطنون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة. قال عضو مجلس محافظة البصرة حسام أبو الهيل إن المحافظة رفضت عروضاً عديدة من شركات أجنبية لإنتاج واستثمار الطاقة في البصرة، وأرجع أبو الهيل سبب رفض المحافظة للعروض في الشركات الأجنبية إلى أن وزارة الكهرباء أعطت موافقة مبدئية على المشروعات المقدمة من الشركات من دون إراء فني، وأضاف أن العروض تحمل أعباء مالية على المحافظة، مشيرا إلى أن مشكلة البصرة ليس في الإنتاج ولكن في التوزيع والنقل بسبب توقف أغلب خطوط النقل في المحافظة. حذرت أوساط بيئية من تلوث بيئي غير مسبوق في العراق ينذر بانتشار الأمراض ويهدد الزراعة والحيوانات والطيور والأسماك لسنوات طويلة قادمة. أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد سعى الزكي عبد القادر قال إن أسباب التلوث البيئي في العراق كثيرة، أهمها الاحتلال الأمريكي الذي استعمل اليورانيوم المنضب في قصف عدد من الأماكن. وأضاف عبد القادر أن النفط الخام والنفط الأسود يحتوي على عناصر ثقيلة كالفناديوم والسنترتيوم والرصاص الذي يستخدم في المصانع، إضافة إلى الغازات المنبعثة من حقول النفط المنتشرة في أنحاء العراق، وهي سبب آخر لتلوث البيئة. قال عضو مجلس محافظة ذقار حسن الأسدي إن الحكومة عاجزة عن إنقاذ حياة الأهالي وثرواتهم الحيوانية والسمكية بمناطق الأهوار على إثر الجفاف الذي طال هذه المناطق. وأضاف الأسدي أن سكان الأهوار غير راضين عن أداء مجلس المحافظة في هذا الجانب، وأكد أن مجلس المحافظة أصبحت محط سخرية لسكان الأهوار في ظل عدم إمكانية الإجابة عن تساؤلاتهم في جدوى ضم مناطق الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي وعدم تأمين حصة مائية كافية لإدامة الحياة والتنوع الإحيائي. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
ختام أخبار اقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.